متواجدين اليوم في منطقة يالنجاك. منطقة يالنجاك معروفة مدينة طرابزون انها من افخم او ارقى احياء طرابزون. جينا نصور مجمع عبارة عن 12 فيلا. الفيلا عبارة عن 4 غرف وصالتين وتراس كبير. مساحة الفيلا اللي بنصورها 620 متر مربع مساحة الأرض، ومساحة البناء تقريبا 450 متر مربع. إطلالة المجمع زي ما انتم شايفين على البحر، مباشرة على البحر. الخدمات اللي موجودة في المجمع مسبح، ألعاب أطفال، ملاعب رياضية وألعاب أطفال، بالإضافة إلى الجلسات العائلية المطلة على البحر مباشرة، وما ننسى أيضا المسطحات الخضراء. تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل كاملة للفيلا. وصلنا الفيلا، المدخل انتم شايفينه مدخل الفيلا. اول ما نخش هنا نجي هنا على اليسار انتم بكرامه عندنا دوره مياه اولى يخدم الدور الاول. بالاضافه الى ذلك المنطقه اللي انتم شايفينها هذه منطقه هول، اطلال مدخل على الصاله. بجوار الصاله عندنا المطبخ، مطبخ متكامل دولية باكرة وجاهزة، نوعية فاخرة ما شاء الله تبارك الله. عندنا المدخل الأول للحديقة الخارجية للفيلا. المساحة اللي تشايفينها هذه كلها تابعة للفيلا، 620 متر مربع تابعة للفيلا. بالإضافة إلى ذلك عندنا مخرج آخر من هنا، المخرج الآخر من هنا برضو على الفيلا. بينما المخرج من هنا كمان، فالمساحة اللي شايفينها الواجهة الأمامية هذه، الواجهة الأمامية كلها من جهة الشجر هذا تابعة للفيلا. تعالوا مع بعض أوريكم المساحة الخارجية للفيلا. عندكم من جهة الشجر هذا كله، بالإضافة إلى الشجر ذا، هذه كلها 620 متر مربع تابعة للفيلا. حديقة كبيرة، فيلا نظام مودرن. نكمل مع بعض تفاصيل الفيلا. الفيلا كلها تدفئة مركزية ومكيفات مركزية. يعني عندنا الفتحات اللي انتم شايفينها هذه فتحات تهوية او فتحات مكيف، يعني مكان المكيف راكبة وجاهزة وللتبريد موجود عن طريق الاجهزة هذه، نقدر نتحكم فيها في المكيف والتدفئة. عندنا هذا الدور الاول، فالدور الاول عندنا صالة مطبخ بالاضافة الى دورة مياه. القبو ننزل تحت على الدور اللي تحت. الدور هذا عندنا المنطقة هذه نقدر نستخدمها بأي حاجة نقدر نحط فيها، مثلا عندنا المنطقة هذه منطقة كبيرة نقدر نستغلها، نقدر نحط فيها مثلا أجهزة رياضية نستغلها، كل شيء نقدر اللي نحتاجه. بالإضافة إلى ذلك عندنا ساونا زي ما انتم شايفين، وعندنا دورة مياه مراوش. يعني فيلا ما شاء الله تبارك الله. وعندنا ايضا الجاكوزي. زي ما قلت لكم الدور الاول عندنا صالة ومطبخ ودورة مياه
ونزلنا تحت القبو، فقلت لكم اللي تحت نقدر نستخدمها كمكان رياضي، نقدر نحط أجهزة رياضية، وعندنا السونا، وعندنا بالإضافة إلى ذلك عندنا الجاكوزي. تعالوا مع بعض نطلع الدور اللي فوق. الدور هذا عندنا أربع غرف نوم، عندكم هنا الغرفة الأولى يطلع لها برضو على البحر، إطلالة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. نجي هنا على الغرفة الثانية عند الإطلالة، هنا جزئية على البحر وعلى المجمع، وعند الإطلالة من هنا أيضا على البحر. ما ننسى في كل الغرف أماكن التهوية موجودة للمكيفات المركزية. عندنا المنطقة اللي نقدر نستغلها فطقم نقدر نحطه كلمة أي حاجة بالشيء اللي نريده. الغرفة الثالثة تفضلوا. عندنا الغرفة الثالثة هذه ما شاء الله تبارك الله لها بلكونة. بلكونة صغيرة حلوة تطلالة على البحر موجودة هنا، وطلالة أيضا على المجمع. فيلا رائعة جدا. نجي أخيرا هنا مقابل الغرفة الثالثة عندنا دورة مياه خاصة بالدور الثاني، موجود فيه مروش نظام جاكوزي بالإضافة إلى كلوزيت، وعندنا مغسلة. نجي أخيرا هنا على غرفة النوم الرئيسية، لها حمام خاص فيها بالإضافة إلى الإطلالة الرائعة وإطلالة الثانية، الإطلالة الثانية على المجمع. يعني زي ما قلت لكم الدور هذا أربع غرف نوم موجودة فيه، أربع غرف نوم زائدا ثلاث دورات مياه. نجي نطلع على الدور الثالث، تفضلوا معنا. الدور هذا يا جماعة الخير موجود فيه غرفة مثلا نقدر نقول عليها غرفة أبوين، ولها ما شاء الله تبارك الله تراس جميل. عيشوا الأجواء ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الأجواء الجميلة، الإطلالة الحلوة، إطلالة البحر، إطلالة إيش؟ المجمع، شيء ولا أروع. شفتوها مساحة التراس، تقدروا تستمتعوا وتحطوا أحلى جلسة هنا وتستمتعوا بالأجواء الجميلة. وفي أيضا بلكونة إضافية هنا، بلكونة صغيرة. البلكونة الصغيرة كمان هذه إطلالتها أيضا على البحر، يعني نقدر نستغل البلكونة هذه والبلكونة الثانية التراس بالشيء اللي نرغبه. زي ما أنتم شايفين أجهزة التكييف، هذه هي أجهزة التكييف زي ما تشايفين، هذه أجهزة التكييف اللي تشتغل فيها الفيلا ككل. الدور هذا ما قلت لكم إنه لها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة وأنتم بكرامة، كلوزيت ومغسلة ومروش. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.